ثمة ما يجري هنا في غزة لا يعرفه الكثيرون. ثمة نحو 2 مليون مواطن يعيشون هنا. ثمة عائلة وموظفون يقدر عددهم بنحو 45 ألفا لم يتقاضوا رواتبهم منذ نحو 7 أشهر. وثمة ما يخالف منطق الأشياء هنا أيضا، مقر لمجلس الوزراء، بينما رئيس الوزراء يعيش في مكان آخر ويذهب إلى مكتبه هناك، ومنه يعود من دون أن يراه سكان غزة إلا زائرا. من أجل ذلك وغيره تجمع هؤلاء أمام مقر مجلس الوزراء وزادوا على ذلك باقتحامه. قبل نحو 7 أشهر شكلت حكومة فلسطينية جديدة، كانت نتاج وفاق نادر وصعب بين فتح وحماس كبرى الفصائل الفلسطينية. تعاهدت تلك الحكومة بمد ولايتها على ما يسمى جناحي الوطن، لكن إسرائيل ضربت قطاع غزة وشنت عليها حربا استمرت 50 يوما من دون أن يظهر في أفق غزة موكب لرئيس البلاد أو رئيس حكومته، إلى أن جاءها الأخير زائرا. كانت الحرب قد وضعت أوزارها وخلفت نحو 100 ألف منزل تعرض للتدمير الكلي أو الجزئي، ونحو 250,000 غزي في أقل التقديرات في العراء. أضيفت إلى ذلك تبعات الحصار الذي ازداد شدة، وتأخر مقصود في إعادة الإعمار، وانقطاع لرواتب الموظفين، واستمرار لمسلسل إغلاق المعابر وإذلالها. فماذا فعل الفلسطينيون في الرد على هذا كله؟ عادوا إلى رياضتهم الوطنية الأثيرة، تبادل الاتهامات. فحماس تتهم عباس بالمضي في إقصائها والتضييق عليها والانقلاب على مفهوم الشراكة وعدم إيلاء قضية إعادة الإعمار والمعابر ورواتب الموظفين ما تستحق من اهتمام. وفتح تتهم حماس بالانقضاض على المصالحة بإجراءات على الأرض تقوم بتنفيذ اعتداءات على قيادات لفتح في غزة، تعوق عمل حكومة الوفاق عبر ما تسميه أوساط فتح بحكومة ظل تحكم قبضتها على كل متر في غزة، تطالب بالمغانم وبتحويل فتح إلى صراف آلي لها من دون تنازل حقيقي يعيد للفلسطينيين لحمتهم. اتهامات من شأن استمرارها إعادة الفلسطينيين إلى المربع الأول. وحدها الأوضاع تزداد سوءا على الناس هنا. تأتي حرب فيموتون، ويأتي شتاء فيبردون ويتشردون. وحدهم كما يقول بعضهم من يدفع الثمن، فكيف لا يخرجون على الناس وما تبقى من مؤسسات بسيوفهم، وإذا تعذرت ربما فبأجسادهم. أشهر شكلت حكومة فلسطينية جديدة، كانت نتاج وفاق نادر وصعب بين فتح وحماس كبرى الفصائل الفلسطينية. تعاهدت تلك الحكومة بمد ولايتها على ما يسمى جناحي الوطن، لكن إسرائيل ضربت قطاع غزة وشنت عليها حربا استمرت 50 يوما من دون أن يظهر في أفق غزة موكب لرئيس البلاد أو رئيس حكومته، إلى أن جاءها الأخير زائرا. كانت الحرب قد وضعت أوزارها وخلفت نحو 100 ألف منزل تعرض للتدمير الكلي أو الجزئي، ونحو 250,000 غزي في أقل التقديرات في العراء. أضيفت إلى ذلك تبعات الحصار الذي ازداد شدة، وتأخر مقصود في إعادة الإعمار، وانقطاع لرواتب الموظفين، واستمرار لمسلسل إغلاق المعابر وإذلالها. فماذا فعل الفلسطينيون في الرد على هذا كله؟ عادوا إلى رياضتهم الوطنية الأثيرة، تبادل الاتهامات. فحماس تتهم عباس بالمضي في إقصائها والتضييق عليها والانقلاب على مفهوم الشراكة وعدم إيلاء قضية إعادة الإعمار والمعابر ورواتب الموظفين ما تستحق من اهتمام. وفتح تتهم حماس بالانقضاض على المصالحة بإجراءات على الأرض تقوم بتنفيذ اعتداءات على قيادات لفتح في غزة، تعوق عمل حكومة الوفاق عبر ما تسميه أوساط فتح.